ساحة أكبر إبادة قبلية في القرن العشرين وأرض الألف تل، من رماد الإبادة إلى معجزة اقتصادية تنافس الصين والهند. رواندا، سنغافورة إفريقيا. تقع رواندا في منطقة البحيرات العظمى شرق وسط إفريقيا، لقبت ببلد الألف تل بسبب طبيعتها الجغرافية الجبلية. مناخها استوائي وأمطارها غزيرة، تبلغ مساحتها 26,338 كيلومتراً مربعاً. يسكنها 12 مليون نسمة، ويعيش فيها منذ القدم قبيلتان كبيرتان هما الهوتو والتوتسي. عرف التوتسي بامتلاكهم الأراضي والأبقار وممارستهم الرعي، بينما امتهن الهوتو الزراعة. شهدت القبيلتين صراعاً لم يكن وليداً، بل سبقه عدة صراعات على مدار سنوات طويلة، لكنه كان الأعنف والأكثر وحشية في تاريخ البشرية. استعمار خبيث. مع أواخر القرن الثامن عشر بدأ الاستعمار يطأ قدمه في رواندا، فكانت فريسة سهلة لأي صياد غير ماهر. لم يستخدم المستعمرون أي طعم للوقوع برواندا، فلم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة طالما وجد الخلاف القبلي. فمن الاحتلال الألماني إلى الفرنسي ثم إلى الاحتلال البلجيكي، رسمت الخطط المسمومة والتي ارتكزت سياستها على الفصل العنصري بين الهوتو والتوتسي لقمع واستعباد الهوتو. كما تم استغلال البلجيكيين أغلبية الهوتو وتم تحريضهم ضد التوتسي من خلال نشر مجموعة من الأفكار والأوصاف المسيئة للتوتسي، كونهم إقطاعيين ولا يحملون أصولاً رواندية. مع نهاية الخمسينيات اندلعت الثورة، وتمت الإطاحة بالتوتسي كطبقة حاكمة، وخربت ممتلكاتهم وأتلفت ماشيتهم، وفروا إلى المنفى لدول مجاورة تحديداً أوغندا، وأسسوا هناك الجبهة الوطنية المتمردة. وفي عام 1962 استطاعت رواندا الاستقلال، لكن الاستعمار كان قد بثق سمومه بين القبائل وزرع الشوكة التي قصمت ظهر البلاد. الثمن الأخير، مذبحة هزت القرن العشرين. على الرغم من حدة الصراعات السابقة، إلا أنها لم تكن كفيلة لإشعال فتيل الحرب، إلى أن حدثت الطامة الكبرى عندما تم إسقاط طائرة الرئيس الرواندي جوفينال هابيار ريميانا المنتمي لقبيلة الهوتو في سنة 1994، والتي ظنت أن الفاعل هم قبيلة التوتسي. ومن هذا الظن اشتعل فتيل الحرب بين الهوتو والتوتسي بشكل دموي ووحشي للغاية، حيث قتل كل توتسي وكل من يتعاطف معهم من الهوتو، فانتشرت جثثهم في أنحاء البلاد واغتصبت نسائهم، وكانت الإبادة الكبرى والتي راح ضحيتها قرابة المليون شخص في 100 يوم فقط. الصحوة الكبرى. بعد أن غرقت رواندا لسنوات في مستنقع الحرب، لم تلبث أن نفضت غبارها ونهضت من تحت ركامها، واستطاع الشعب الرواندي أن يطوي سنواته العجاف ويقفز من الجهل والظلام إلى طريق الكبار ليحقق نهضة اقتصادية غير مسبوقة. كاغامي رئيساً. في عام 2000 انتقلت السلطة إلى بول كاغامي بعد استقالة الرئيس بازيمونغو الذي لم يستطع إدارة البلاد التي غرقت في فوضى عارمة. مع حصول كاغامي على السلطة انتقلت البلاد من عصر الدماء إلى مسار المصالحة والوحدة والتنمية. حمل كاغامي معه رهانين أساسيين، الأول توحيد شعبه المنقسم، والثاني انتزاع بلاده من الفقر. أقر باول كاغامي دستوراً يلغي الفوارق العرقية، وشكل حكومة أخذت فيها النساء نصيباً وافراً، وحظر استخدام مسميات الهوتو والتوتسي، وجرم أي استخدام لأي خطاب عرقي. قام بمجهودات جبارة في الجانب التعليمي عبر تثقيف الشباب، إضافة إلى الاهتمام بالجانب المعلوماتي والتكنولوجي ورقمنة البلاد. نجحت خطة الحكومة المتنوعة في تحقيق المصالحة بين أفراد المجتمع، عاد اللاجئون إلى بلادهم، ونظمت محاكم محلية لإعادة الحقوق وإزالة المظالم. مع التقدم في الملفات الاجتماعية، وجهت الحكومة طاقاتها للتنمية وتطوير الاقتصاد، وقدم الخبراء والمختصون دراسات تحولت لرؤية، رؤية 2020 الاقتصادية، وتشمل 44 هدفاً في مجالات مختلفة. رواندا الأسرع نمواً. الآن تعد رواندا واحدة من الدول الإفريقية الرائدة، وبات اقتصادها الأسرع نمواً في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة،
ومن خلال الفترة بين عام 2000 و2015 حقق الاقتصاد الرواندي نمواً في ناتجها المحلي بمعدل 9% سنوياً، أصبحت واحدة من أهم وجهات المستثمرين والسياح بالعالم. كما تراجع معدل الفقر من 60% إلى 39%، وكذلك نسبة الأمية من 50% إلى 25%. وبحسب تقارير إفريقية، فإن رواندا شهدت التطور الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم منذ 2005. ارتفعت قيمة الناتج المحلي إلى نحو 8.5 مليارات دولار لعام 2016، بينما كان نحو 2.6 مليارات عام 2005. في مايو 2018، صنف المؤتمر الدولي للكونغرس والمؤتمر ICCA العاصمة كيغالي كثالث وحدة للفعاليات والمؤتمرات الأكثر شعبية في القارة، واحتضنت كيغالي لمجموعة من الملتقيات الاقتصادية وقمم الاتحاد الإفريقي. كما حصلت كيغالي على مجموعة من الألقاب، من بينها الأكثر أمناً في إفريقيا والأنظف بين عواصم إفريقيا وأيقونة التنمية الإفريقية. أصبحت رواندا الوجهة السياحية الأولى وسط إفريقيا. في عام 2019 تتفوق رواندا في نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي على نسبة النمو المسجلة في اقتصادات مثل الصين والهند، مدفوعة بالتقدم المتسارع الذي تشهده قطاعات اقتصادية عدة. بلد الألف تل في الفضاء. تتويجاً لمسيرة الإنجاز، أطلقت رواندا أول قمر اصطناعي خاص بها للاتصالات يوم 27 من فبراير عام 2019 من مركز كوروا للفضاء بغوينا الفرنسية. وفي خلال فترة زمنية قصيرة من خفض نسب الأمية لتصبح رواندا من أقل دول القارة أمية. من رحم الدماء والدمار باتت رواندا سنغافورة إفريقيا. فهم الرواندون أن مسار التفرقة والعنصرية لن يؤدي بهم سوى إلى مزيد من الدماء والحروب، فاختاروا مصير الوحدة والتنمية والمعرفة. إن تحقيق نهضة الشعوب ليس أمراً مستحيلاً، بل يحتاج فقط إلى إرادة جماعية وقيادة راشدة، فالشعب وحده من يصنع مصيره. رواندا نهضة اقتصادية استثنائية في فترة لا تتعدى العقدين من الزمن، جعلت من ركام الحرب قبلة للاستثمار وقدوة تلمع في قلب القارة السمراء. ولا تزال طموحات رواندا الجريئة مستمرة إلى الآن. شاركنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد.